الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عزيزي الباحث، عزيزي الطالب، عزيزي المستمع على حد سواء، إن قواعد الإيمان وأركان العقيدة مترابطة كحبيبات عقد حينما تنسل واحدة تتبعها الأخريات. وقضية القضاء والقدر لا شك أنها عقد ثمين لابد أن يحرص عليه المؤمن في كل أمور حياته. ذلك أننا في هذا الدرس نقف بك عزيزي الطالب على نقطة هامة، وهي إبراز المسائل القدرية أو المسائل التي تدور حول قضية القضاء والقدر، وهي مما تنهك العقول وتضيع الإيمان وتذري بأمن الأمة واستقرارها. حول هذه المعاني جاء الدرس الرابع، وبعده سيأتي كذلك إن شاء الله الدرس الخامس حول مسائل تتعلق بالقدر، وقد قسمتها على درسين. الدرس الأول عناصره إبراز المبالغة في الكلام في القدر، ذريعة الخذلان. المسألة الثانية فساد الدين يأتي من الشبهات والشهوات. المسألة الثالثة مبنى العبودية والإيمان على التسليم. وأخيرا أبين لك عدم تكفير من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له وموقف أهل السنة منها. هذه هي عناصر الدرس الرابع، فإلى أولها بيانا. المسألة الأولى المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان. لقد أشارت هذه الكليمات الموجزة إلى إبراز قضية خطيرة يقع فيها أبناء الأمة المسلمة فيما بينهم وفيما بينهم وبين عدوهم. المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. ما معنى كلامه؟ إن هذا المعنى يشير إلى المبالغة، أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. ولذلك قال بعدها فالحذر الحذر نظرا وفكرا ووسوسة. ذلك أن جل ما يقع بين المسلمين هو أنهم يخوضون في كثير من القضايا القدرية أو مسائل القدر بالنظر، بإدامة الفكر، بإدامة الوسوسة، أو بالوقوع والسقوط في هوة الوسوسة التي يحفرها إبليس اللعين. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله يشرحه قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن شعيب فقال لهم أي رسول الله ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، فبهذا هلك من كان قبلكم. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض إشارة إلى ما يقع فيه بعض المسلمين من اهتمامهم وعنايتهم ورعايتهم وصرف كل أوقاتهم حول قضية فرعية تتعلق بالقضاء والقدر، أو مسألة لا طاقة لعقولهم بفهمها، ويتركون ما هو أهم، ويتركون عنصرا أساسيا في حياتهم واقعيا في دنياهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في مسائل القدر والمبالغة فيه فكرا ونظرا ووسوسة كما أشار الإمام أبو جعفر رحمه الله. هذه هي المسألة الأولى. أما عن المسألة الثانية فبيانها فساد الدين يأتي من الشبهات والشهوات. نعم، إن الإمام أبي جعفر رضي الله عنه رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، حيث بيّن ذلك في إطار قول الحق تبارك وتعالى الذي ورد في القرآن الكريم، وقد جمع الله فيه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، أي الخوض في أمور الخلاف العقدي المتعلق بالقدر، لأن فساد الدين إما في العلم وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات، وهذا ما وضحته الآية. قال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم
وخضتم كالذي خاضوا. الاستمتاع بالخلاق والخوض، ما المقصود بالاستمتاع بالخلاق وما المقصود بالخوض؟ إن الاستمتاع بالخلاق يقصد به كما جاء في عبارة ابن عباس رضي الله عنه: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وكذلك قال ابن جرير رحمه الله: وخضتم، أي في الكذب والباطل على الله كالذي خاضوا. إن الآية الكريمة قد وقفت بنا على حقيقة هامة تبين لنا تلك المسألة، وهي أن الناس عندما يقعون في الشبهات والشهوات لقاء أمرين: الأمر الأول هو ميلهم إلى متاع الدنيا الفاني، الأمر الثاني ميلهم إلى الجدل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة منه. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك والعياذ بالله. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والسؤال الذي يطرح نفسه أعزائي الطلاب: ماذا عن ما كان عليه النبي وأصحابه؟ نعلم جميعا من خلال سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة أن النبي علم أصحابه عدم الخوض في القدر وعدم الخوض في الشبهات أو الوقوع في الشبهات. ولقد جل النبي بخلقه الفاضل معالم الوحي ومعاني التنزيل، فما كان من الصحابة أن يختلفوا حول مسألة من مسائل القدر. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: مبنى العبودية والإيمان على التسليم. نعم، الإنسان عندما يسلم أمره لله ويؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، عندئذ يكون مؤمنا إيمانا جازما وإيمانا صحيحا. يقول العلماء: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله إنما يقوم على التسليم المطلق وترك الخوض في أسئلة أو طرح أسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع إلى غير ذلك. وهذا القول لا يقصد به أبدا ترك باب إبراز المقاصد الشرعية أو المقاصد العقدية، ليس ذاك، وإنما المقصود أن نترك الخوض في قضايا وبيان حكم غامضة لا يستطيع العبد أن يصل إليه بعقله حتى يحفظ عليه حياته. ومن هنا أعزائي الطلاب نقف على مراتب تعظيم الأمر. إن تعظيم أمر الله عز وجل يقوم على التصديق به أولا، ثم العزم الجازم على امتثاله ثانيا، وأخيرا وننطلق إلى المسارعة إليه فعلا والمبادرة به عملا، والحذر عن القواطع والموانع، أي الابتعاد عن كل ما يحول بيننا وبين التصديق والعزم والمسارعة، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فعله، أي تنفيذه. لماذا؟ لأنك مأمور أيها العبد، بحيث لا يتوقف. فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره مسألة أو يبرز قضية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ذلك أن العبد عندما ينأى بنفسه عن التساؤلات: يا أيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أما التساؤلات في الأمور المبنية على قدرة العبد فلا مانع منها. المسألة الثالثة قد انتهينا منها، والآن نختم بالمسألة الرابعة، وهي عدم تكفير من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له. إن هذه الكلمة تقف بك عزيزي المستمع، عزيزي الطالب، على قضية هامة وخطيرة. لا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة، لمجرد شبهة عرضت له أو تساؤل عن له في نفسه، يبين مدى قصده وغايته في بناء إيمانه، فماذا عن أمرنا مع هذا الذي عنت له الشبهة؟ هل نرفض قوله ونحكم عليه بالكفر، أم نبين له الصواب ليرجع؟ نعم، يرى العلماء وفي مقدمتهم أهل السنة والجماعة
أن من عرضت له شبهة من كتاب ينبغي أن يبين له الصواب وأن يبين له الطريق الصائب ليرجع عن غيه أو يرجع عن شبهته. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يعني لا تأخذ كثيرا في قضايا الكون، لأن الله قد خلق أشياء وأمرنا بعبادته من أجلها وأمرنا بأن نؤمن بها كما هي لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا بمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهل بن صفوان وأتباعه ممن سلكوا سبيل التساؤلات فوقعوا في الشبهات. وأخيرا يختم بنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بيان هذه المسألة حين قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.